قصة حبي الأخيرة بحال فيديو كليب عمرو دياب الأخير. كنت غادة في السوق وهزة واحد الميكا فيها 2 كيلو ديال الهندية، ومع عزيزة عليا كنقول غير إمتى نوصل للدار باش نزرد عليها. غادة وكنشوف الطريق قدامي، حتى تزدحت مع واحد السيد. اش غنقول لكم، يوسفي الجمال زوين بوغوز. طاحت ليا الهندية كلها في الأرض، ونزلنا بزوج كنلقطو فيها، وحطينا تليفوناتنا في الأرض، تليفون سامسونج جالاكسي S5 وما فيهش البيل. بكثرة ما بقينا مبهورين في بعضياتنا، كاع ما حسينا بالشوك ديال الهندية، وكاع ما حسينا بأننا كل واحد هز تليفون لاخر. وصلت للدار ولقيت سامسونج S5 في جيبي. الله شحال فرحت. اللهم لك الحمد حتى ترضى. شوية بدا كيسوني التليفون وتصويرت البوغوس في الشاشة، هو كيسوني وأنا كنقطع، حتى طلع لي الدم وأنا نلوح لكارت ديالو مع قشور الهندية. مزيان وتبارك الله، إلى عاود شتي وجهي مرة أخرى ادفل عليه، وإلى شديتي تليفونك عاود ادفل عليه. نادم معايا الحال ملي لحت لاكارت تليفون قدو قداش، وزعما لاكارت ما يكونش فيها الصولد. قلبت عليها بين القشور وركبتها في التليفون، لقيتها عامره فلوس. الليل كله وانا وامي كنهضروا بديك لاكارت. عيطنا لجده وكاع خوالاتي وخوالي حتى سال الصولد، وهي تبدا امي كتعاير فيا حتى هذا تليفون ما خلانا حتى نكملوا الهضره. الحاجة الحرام غير حرام. قلت ليها اويلي امي انتي، وانتي شحال من ساعة وانتي كتهضري وفي الاخر تقولي حرام. قالت ليا اشوف يدك اللفعة، حاجة الحرام ما بغيتهاش تبات عندي، بيعيه ولا ردي التليفون لمولاه ولا شوفيه جديري، بحال ليلى بعتو غيعطوني الفلوس حلال. بديت كنتفرج في التصاور، والدري زين ولكن تليفون زين كتار منه. ساليت التصاور وبديت كنلعب فيه حتى الديشارجة، عاد جاني نعاس. الغد ليه ملي صباح الصباح مع الفيقة لبست حوايجي باش نمشي نشري ليه شارجو. مع الخرجة من الدرب لقيت داك المصيبة ديال مول التليفون عاس عليا، جات عيني في عينه وانا نضربها بواحد الجرية تقول تابعيني السبوعة. انا كنجري وهو تابعني وكيقول واش شفارة، ولكن ولد الهم عنده جرية ديال عويطة دغيا لحقني وهو يقول اري تليفوني اديك الشفارة. قلت ليه بعد مني وزيدون شكون انت، وهو يقول انا اللي لقت معاك البارح الهندية، الشوك باقي في ايديا، ولكن كيقولوا ما دير خير ما يتراباس عمري نعاود. قلت لي هاي هاي تقول هزيتي معايا جبل الله يمسخك، وهو يقول اري ليا تليفوني. قلت لي كان جدك صالحا، وهو يقول غادي تعطيني تليفوني ولا نعيط للجدارمية. قلت لي ها 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 كاع ما يتيقوك، عمرك شفتي شي بنيته بريئه بحال فريده كتسرق راجل قدو قد الغول، وهو يقول راكي كتلعبي بالعافية. قلت ليه دابا نخوي عليه الماء، إلا عطيتو ليك اش غتعطيني، وهو يقول تليفونك العظمة. قلت ليه غير خليه عندك، ما لاحظتيش 2 و5 كاع ما خدامين فيه، وهو يقول اش بغيتي باش تعطيني تليفوني. قلت ليه تليفوني زائد 500 ريال، وهو يقول جاتك. قلت ليه يلاه ارى. قال لي اعطيني نعطيك. قلت ليه صافي، ولكن راه خليته في الدار بحال هذاك التليفون ما كيهزوهش الناس، خفتي سرقوه ليا، وهو يقول انتي اصلا سارقاه. قلت ليه شوف لقيتيني كنخاف الله، اما والله لشميتيه، يلاه معايا للدار. مشى معايا وخليته وحده الباب، وطلعت في واحد الدار ما عمرني دخلت ليها، ونقزت بين السطوحة
حتى خرجت من دار وحده اخرى، قال لك تليفوني. اوف، وصلت للدار كان صوت. اوف، خرجها مني ولد الهم على تليفون صغير داير ليا حاله، الله يستر. وعلى هاد الحاله والله في يدو لا طاح، ولكن الزقره من الاخر فاش عرف الدرب اللي فيه. المهم لبست جلابه امي ودرت دره فوق راسي وخبيت وجهي باش ما يشوفنيش هذاك اللي ما عرفت اشنو سميته، ومشيت كنتسلت بحال شي شفاره عند سعيده جارتنا باش نتسلف من عندها الشارجور. قلت ليها سعيده قولي ليا مبروك شريت تليفون جديد بحال ديالك يا سعيده. وهي تقول من البال. قلت ليها اويلي على من البال، جديد قرطة شوفي باقي كيلمع. وهي تقول اها، ولكن منين جاوك الفلوس وانتي زلط داير عليك من كل قد؟ قلت ليها خمسة والخمامس والحرمل في الكمامس. ايوا الحمد لله ربي اللي كيرزق عباده الصالحين، انتي اعطيني الشارجور وبركة من الهضرة الخاوية. وهي تقول وياك شريتيه جديد زعما ما عطاوكش الشارجور؟ قلت ليها اعطاوه ليا ولكن ما جاش قدو. يلا سيري الله يسهل عليك طلقينا الفراجة. الله يتبعك البلا، ما عطاتو ليا حتى شحفاتني، الله يلقيها ليها المنحوسة الاخرى. يلا حطيت التليفون يتشارجا وهو يبدا يصون وهو يقول فينك الشفارة والله لبقات فيك. قلت لي ياك ما ولد الهم كتهضر من تليفوني، والله نلقى درهم وحدة ناقصة حتى نشتف على بوك. وهو يقول تا هذاك الخرشاشة كتسميه تليفون، جوج دريال ما فيهش. قلت لي ايوا احترم راسك، هو بعدا احسن من هاد الشقفة ديالك الريزو ما فيهش. وهو يقول ردي ليا غير كارتي والتليفون نتفاهموا عليه من بعد. قلت لي اه حقا فكرتيني الله يفكرك في الشهادة، صونات عليك شي وحدة سميتها ما مو مي. وهو يقول ماريا. قلت لي اه هاديك صحيبتك العفريت، صونات شي عشرة ديال المرات وانا كنقطع عليها ما بغيتش نشدها باش ما تقولش كتخونها. شفتي طلعت بنت الناس. وهو يقول ما عمرني شفت شي بنت الحرام حالك. قلت لي ايوا جمع فمك ولا نهرسو ليك، عندك الصح انا بنت الحرام اللي كنهضر مع واحد ما كنعرفوش. يلا بسلامه. وقطعت عليه. يخ تقول سرق ليه مليار ديال الدرهم قنص ناقص. قالت امي انوضي هذيك التالفه طيبي الغدا وانتي حاضيه داك المشقوف. قلت ليها دقيقة ونوض نشوف غير هذا ولد الهم منين كيتقفل. وهي تقول امي والله ما تنوضي تنجي نهرسو ليك على راسك. سلامة الحاجة من اللي كتدخل لها الدار كتكوانسة. حطيتو ونط نطيب العدس لديك القشلة ديال خوتي اللي ما يقر ليا فيهم غير جغديد. درت الكوكوط الطيب ورجعت لتليفوني، لقيت امي شادة الهضرة مع السيد. قالت لي اياها وليدي دابا بنتي شفرات لك التليفون وحتى انت وليدي ديتي ليها تليفونها. ايوا قلت خالط ليكم ماشي شفرات وليك. اياه بغيت نسولك وليدي وما ديرهاش مني قلب صواب، واش انت كاع ما عرفتي تفرق بين هاد زين التليفونات مع هذاك الشقيفة؟ دابا بغيتيها ترد ليك غير لاكارت. ولاش بغيتيها؟ البارح يالله كنهضر مع خويا عباس اللي في السبليون وهما يقطعوا عليا الله يقطع عليهم الرزق، شافت فيا وقالت تي هذا مالو قطع. قلت ليها ناري اميمتي قتلتي السيد قلتي ليه ساليتي ليه الفلوس وبغيتيه يبقى واقف على رجله. وهي تقول امي اي والله يجعلهم في ايدينا وما يجعلهم في قلوبنا. ردي للسيد تليفونه راه باين ولد الناس راه كيقول لي يا غير اختي. قلت ليها اه عليها دخل قلبك. العشية كاملة ما هدرش
وقيل مومي سكتات له القلب. والله تبقى في السكه، ما لقى في من يطيح غير في فريتي كتشلاه بيا، ما عندي ما ندير ليه. وصل الليل ويلاه بغيت نحط راسي على المخده، وبدا كيصوني داك القشقان. تفو عليه وعلى مولاه اللي فرع ليا راسي. قلت واش ما بغيتيش تحشم؟ كتعيط لبنات الناس في نصاصات الليل. وهو يقول انتي راه بنات الحرام يخافوا منك، الله يلقيها ليك. قلت لي دابا اش بغيتي؟ وجيني من الاخر، راني كنلعب في واحد اللعبه في التليفون وبغيت نكملها. وهو يقول غتعطيني تليفوني ولا غنشريها ليك مع حسينه ديالك؟ قلت لي تفارقت معه في عصر الجاهليه، والا بغيتي ديلاجر عيط ليه، ما تعرف تجيه الغيره، ونرجعو بحال ايام زمان كان ولد الناس كيبغيني ونبغيه غير عينونا ولاد الحرام. وهو يقول ما عرف اش عجبو فيك. قلت لي داك الشي اللي عجبك فيا وخلاك كاع ما تعرف تفرق الجالاكسي من العظمه، دابا غير تقطع غيعطوني نكمل لعبه ولا غنبدا من جديد. وهو يقول انا بغيت ربي يقطع عليك الحس، قولي امين. قلت امين للمدعين. وهو يقول يا ربي اش درت في حياتي حتى تنزل عليا هاد المصيبه. شوفي هذيك الكارثه، غتقلبي على نمره صوفيا وغتصيفطيها ليا. قلت لي هاي هاي على العفريت ماريا وصوفيا، ويعلم الله شكون باقي، زيد زيد. وهو يقول اللي خلاته لي امك كمليه لي انت، الله يرحم الوالدين، عافاك الا ما صيفطيها. قلت لي والله حتى كتقطع القلب، صافي هانا غنصيفطها لي، ولكن راه ما عنديش الصولد. وهو يقول اويلي الفلوس كاملين خسرتيهم. قلت وراه اختك اللي خسراتهم. وهو يقول اختي؟ قلت ليه زعما امي، ياك عاد الصباح كنتي كتقول ليها اختي نكرتيها. وهو يقول صافي نقليها انا غنعاود نعيط لك. قلت ليه وفين غنلقى ستيلو الورقه؟ يخ شحال عزيز عليك تعذبني، يالله قطع وعاود عيط. واعطيتو النمره. قال واش دابا ما كاين حتى شي امل تردي ليا تليفوني؟ قلت ليه علاش ما نتفقوش على واحد الحاجه، خود انت التليفون اللي كتهضر منه دابا وانا ناخذ التليفون اللي كنهضر منه دابا، ومريضنا ما عنده باس. قطع عليا ولد الهم، يكون عجبو الاتفاق زعما. كملت اللعبه وضربتها بواحد النعسه، فقت في الصباح على صوت المدابزه ديال الجقله ديال خوتي. وعلاش كيدابزو؟ علاش يلعبها في تليفوني الجديد؟ نط عندهم بصندالتي ديال الميكا واحد بواحد، ما خليت فيهم غير اللي نساو البراهش الاخرين. باقي مولاه ما سمح فيه وباغيني يخرجوا ليه المصار، وانا باقا كنسد فيهم وهو يصوني التليفون. قلت الو. قالت ليا رضا. قلت ليها لا 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 راكي غلطه في النمره. وهي تقول لا اويلي هادي راها نمره ولدي رضا وانا متاكده. قلت ليها اه دابا هذاك اللي ما كيتسناش سميتو رضا. وسميه عنده هادي ديال كيليميني، على ما قالش لك لا لا راه سرقوا ليه التليفون. وهي تقول ام رضا اويلي ياك ما طرات ليه شي حاجه. قلت ليها لا ما عنده باس غير عمرو ليه يديه بالشوك يكبر وينسى. وهي تقول وشكون انتي؟ قلت ليها ويلي على ما قلت ليكش، انا هي المسعوده اللي سرقات ليه التليفون. قالت ام رضا وما حشمتيش تسرقي للناس حوايجهم؟ قلت ليها لا 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 سرقت ليه غير التليفون، اما حوايجو ما لقيت كي ندير ليهم. وهي تقول هادشي كاع ما كيديروه بنات الناس. وانا نقول ليها لا انا ماشي بنت الناس كاملين، انا بنت عمر ورقيه. وهي تقول ودابا ما غترديش ليه التليفون؟ قلت ليها الا كان تليفون د الحلال غادي يرجع ليه،
وإذا كان حرام غيبقى عند بنت الحرام. يلا هلالة ونخليك نمشي نوجد الفطور، راه ما غدا نبقى لا أنا لا تليفون ولدك، وإلى عيط نقول ليه راك عيطتي. يخ أمو كتار من أمي، سلامة جاب الله ما كنتش قدامها، كنت فاتني. وعلاش على تليفون؟ سلامة، ومع أنا حادقة تبارك الله، قلت نوض نضرب شي تسيقة للدار قبل ما تضربها ليا أمي تمشي نتفافى على تاركة. يلا خويت الماء وانا نضربها بواحد الزنقة، ما شدوني غير ملائكتي. اما كنت نمشي فيها صافي، هادي ما تكون غير دعوة ديال مول التليفون، الله يتبعو البلا. وكيف ما كيقولوا دعوة المظلوم صعيبة، نمشي نرد ليه تليفونه قبل ما تجيني هاد المرة جاية في الراس. صيفط ليه أبل مواسيل توتلي ديك النمرة اللي كيعيط ليا فيها، وفي البلاصة عيط ليا، هذا ما يكون غير شي بيطالي ما عنده ما يدار. قال لي اش بغيتي؟ قلت ليه بغيت جابادور وشربيل، بغيت نرد لك تليفونك، ولكن واقيلا تنادم معايا الحال. وهو يقول بصح ياك ما شت نوعيره جديده. قلت ليه بنادم فاش كاين وي الغدار كتيقوه وانتم حالين فامكم، وفاش كاين وي الصح والمعقول كتكذبوه وتسدوا ودنيكم. قال صافي نتلاقاو في الكافي، واتفقنا على واحد الكافي. قلت ليه وجيب تليفوني ولا والله لشميتي تليفونك. وهو يقول رضا على التليفون كيتشم، صافي دابا نجيبه واخا نحشم نهزو. تلاقينا في القهوة اللي اتفقنا عليها، لقيته مخنزر وهو يقول اري لي تليفوني. قلت لي وعليكم السلام السي رضا، كي داير لاباس عليك؟ ويلي تعافيتي على اخر مره شفتك، هادي كلها الفقصة على الخرشيشه. جا عند نستر باي وهو يقول اش حب الخاطر؟ قلت ليه عصير دلافوكا. وهو يقول رضا مالي معك في موعد غرامي، جيب لينا عفاك جوج ديال الكيسان ديال القهوه كحله وبلا سكر. قلت ليه اويلي على قهوه كحله، واش انت مريض؟ شوف والله هما تحط العصير دلافوكا قدامي لا تحط الجالاكسي في ايديك. وهو يقول رضا صافي يا سيدي جيب ليها عصير دلافوكا تجيها في الراس. قلت لي الله ينجيني. وهو يقول رضا يلا هلالا ها هو العصير اري التليفون. قلت لي انت مالك مزروب، خلينا نتبنوا به بعدا وتخلص العصير باش ما تديرش ليا عامره في خاويه، وزيدون كون ما بغيتش نعطيه ليك كاع ما نعيط لك. وهو يقول يا ربي تفكني من هاد المصيبة. قلت لي والله لا بحال لا كنعطيك طرف من كبتي. ولفت المصحوط يلا ارى لي تليفوني وهاك تليفونك ايدي بايدك. خدا تليفونه وخديت تليفوني، جيت نشعل تليفوني لقيت خاصه لاكارت. قلت لي ارى لي لاكارت. وهو يقول كي كتقولي والله لاش ميتيها على الجرجير اللي جرجرتين باش تعلمي تلعبي مع سيادك. قلت لي ارى لي لاكارت. وهو يقول لا ومليون لا. وانا نقول لي ديرها فين تجيك وما تقولش ظلمتك. ايوا تفرش، ودرت صباعي في ودنية وبديت كنغوت لربي اللي خلقني. احتاجوا مالين القهوة وتبارك الله ماشي رجال اغوال. قلت لهم عتقوني يا عباد الله سرق لي تليفوني. وهو يقول اشنو هذا تليفوني واش تسطيتي؟ وبديت كنقول قال لي يا ناوي الحلال وباغي تزوجني وباغي تعرف عليا اكثر، اتسناو نمسح دموعي. ايوا ملي جيت طلع شفار وبغي ينصب عليا ويدي لي تليفوني، قلبوا كاع والى لقيتو شي حاجه ديالو عدموني. وحتى السرباي شافني ملي جبتو من جيبي، السرباي شهد معايا وملي جاوي قلبوا التليفون ما لقاو حتى تصويره ديال السي رضا، حيت حيدت التليفون الكارت ميموار. الجامع اللي قرا فيه انا اللي بنيته وزربت عليه وعرضت ليهم السميات اللي في الكونت
وباش ساليت معاه بواحد اللعبة كنت كنلعبها، وقلت ليهم فين وصلت، ما بقى عنده فين يتفلفل. عطاوني التليفون ووليت رابحة جوج تليفونات. قالوها ناس زمان، إلا داروها فيك الرجال بات ناعس، وإلا داروها فيك النساء بات جالس. وبما أنني ذكية الله يحفظني من العين، قلت ليهم يشدوه حتى بعد عاد يطلقوه باش ما يسرقوش ليا مرة أخرى. الله الله على العظيمة ديالي، ارجع ليا، خاصني غير لاكارت، أصلا ما عندي ما ندير بيها، كيقيلو ولاد الحرام يبرزطوني فيها. يكون مول التليفون شانق راسو دابا، لا ديالو بقى لا وجهو تنقى. مسكين ولكن يستاهل، طلع ديب وناوي الغدر، انا مازال كنفكر فيه وهو يصوني. اذكر هذاك ووجد هذيك. قلت الو السي رضا، وهو يقول شوفي ما عنديش الوقت اللي نضيعه معاك، اعطيني نمرة سليم سربي. قلت ليه وباين عليك شاعل مزيان ونقص شوية، راه غتجيك الفاتورة غالية. وهو يقول تجيك في الراس هذيك القرضة، غدا غادي نمشي نحرق ليك لاكارت وداك التليفون بخري بيه. قلت ليه صافي زعما مسامح. ايوا اسيدي الله يجازيك بالخير، كمل اجرك وصيفط لي الشارجور، راه كنتسلفو غير من عند الجيران. وهو يقول سيري الله ياخذ فيك الحق، عمر شي حد ما اتهمني بالسرقه. قلت ليه حيت عمرك حصلتي ماشي عمرك سرقتي، وانت اصلا كنتي باغي تسرق ليا لاكارت الشلاه. وهو يقول كان استسلم صافي، صيفطي ليا غير النمره عافاكي، وما بغيتش باقي نعاود نشوفك ولا نسمع صوتك، يخلصك الله. قلت لي اه تقول سرقه لك طياره ولا هليكوبتر، اعطيتو النمره وباقي دعاويه كيتعاودوا ليا في ودني، الله يفضحه. ناري الى تحققت دعوه واحده من داكشي اللي دعا، اخرتي غدا تكون في الروضه الى لقاو ما يجمعوا فيا. وقررت نرد زبل مولاه، ايش داري نحك القرض ظهره. طلع الصباح وصيفط ليه ابل مو، والله ما جاوبني. السيد مقلق من نيته، شديت تليفون الوالده اللي بزز باش تلقاته، تقول كطلق روحها السلامه. صونيت على امه حيت الى صونيت عليه ما غاديش يتيقني، وقلت ليها راني ندمت وبغيت نرد ليه تليفون، وعطاتني العنوان ديال الخدمه ديالي حيت يكون دابا خدام. مشيت لخدمته وخا عارفه الى شافني غيكحل ليا بالعمه، بقى ليا شارع واحد نقطعو ونوصل لبلاصه فين خدام. ما حسيت براسي حتى خبطاتني واحد الخرشاشه، الله يتبع ليها البلا. حليت عيني ولقيت راسي في السبيطار ورجلي ملوي عليها القبص وواحد الايد ما نقدرش نحركها. يا ميمتي دعاوي المظلوم خرجوا فيا. تفكرت التليفون، درت ايدي في جيبي ولقيته كله مهرس، اليوم يصفيها ليا بشي دعوه ما نهزش الراس منها. شويه شويه وهو يوقف عليا كالصاعقه وقال واش انتي عمياء ما كتشوفيش قدامك، جاب الله كنت خارج من الخدمه وشفتك. قلت لي كنت باغي نرد لك تليفونك وحق مولانا، ولكن ها انت شوف، ولكن ها انت شوف ارجع فلوس. وهو يقول واش باقا كتفكري في التليفون وفكري في حالتك المصيبه. قلت لي اه تفكرت، انت السبب، النهار وما طال وانت كتدعي فيا حتى خرج فيا، الله ياخذ فيك الحق. وهو يقول عصبتيني اش ندير ليك، عرفتي يتهمك شي حد بالشفره باش غتحس. قلت ليه ارى ليا كارتي ونعطيك كارتك الايد بالايد. وهو يقول هاكي. قلت ليه هاك، من نهار شفتك ما شفت النهار الابيض. قال ليا قالوها، ضربني وبكى وسبقني وشكى حتى انا لالا، من نهار شفتك والبلاوي طايحين ليا فوق راسي بحال الشتا، ووصلني لدارنا ومشى، وحسيت بقلبي مشى معاه. اويلي ميمتي حتى لاكارت ولفتها، واقيلا تضربت حتى في راسي. دازت زمان على داك النهار،
سيمانة وأنا غير ساهية وكنفكر في داك الزمر. والله لا ولفته ولفتي حذرني ويدعي فيا أحياني على الزمان وما دار فيا، وأنا مازال كنفكر فيه. فاش نزلنا بزوج لقطو الهندية بحال المسلسلات الهندية، وهو يسوني التليفون. قلت ألو شكون معايا؟ قال لي هذاك المنحوس اللي لقاه النحس بيك في طريقه. قلت ليه إينا واحد فيهم، وهو يقول رضا اللي سرقتي ليه التليفون. قلت ليه ميات مرة كنقول ليك ما سرقتكش، تخالطوا لينا التليفونات وأنا ماشي شفارة. وهو يقول لي يلا هلالا ماشي شفارة، ردي لي الكارت ميموري. قلت ليه أويلي ياك ما ناوي دير لي حالة تاني على كارت ميموار ديال 2 جيجا، محال واش كاملة فيها. قال لي فيها تصاوري. قلت ليه داير فيهم كيبوعو، وهو يقول احسن منك الغولة ياك ما بغيتي شي دعوة اخرى. قلت لي لا هادي والتوبة فين نتلاقاو. قال لي القهوة اللي حدا القهوة اللي تلاقينا فيها. وانا نقول لي وعلى ما القهوة اللي تلاقينا فيها؟ العصير دلافوكا بنين. وهو يقول على ديك الشوهة اللي شوهتيني فيها اخر مرة. قلت لي داير كل عيالات ما كتنساش السلامة. وصلت لبلاصة ولقيته كيتسناني، وهو يقول سلام. قلت لي الله من فمك خارجة كي العسل ومدهونة بالسمن. وهو يقول على مالي ماشي بشر. قلت لي أنا مولفة من عندك غير القرطاس. قال لي القرطاس هو اللي غنتيري فيك إلا ما رديتيش ليا كارت ميموري، كي بقيتي بعدا؟ قلت لي لا بس الحمد لله، ولكن ملي شفتك وقيلا طلعت لي السخانة. أجي دابا غدا نعطيك كارتك، وأش غتعطيني؟ خاصني إيدي بإيديك. قال لي أش غنعطيك يعطيك؟ وأنا نقول لي صافي سكتنا يخ على سقرام. خلص بعدا واحد العصير ديال البعويد ونتفاهمه بعدا. أجي ما كاينش العصير ديال الزعبون. وهو يقول لي صافي شربت ياك وخلصت إيوا آري. قلت لي ناري ربيت عليها الكبدة ما سخيتش بيها، زعما ما تبقاش تخليها عندي كل حد. يلا هاك. قال لي دري صغير نخليه عندك كل حد، وحط تليفون وغالاكسي بحال هذاك اللي تهرس فوق الطابلة. وقال لي هنا جاي. واحد الراس كيقول لي هزيه وهربي غير باش يعاود يحذرني، وواحد الراس كيقول لي راه داير لي شي قالب باش ينتقم مني، وزيدون انا ماشي شفارة بقى فيا الحال ما نعاودش نشوفه مره اخرى. وقيل وليت كنبغيه. جا وقال باقا جلسة. قلت على مالي بغيتيني نتسناك واقفة؟ قال لي لا عجب. قلت ليه اشنو اللي عجب؟ وهو يقول زعما قلت لقاك سرقتي التليفون وزدتي. قلت ليه الف مرة انا كنقول ليك انا ماشي شفارة، كنتي داير ليا شي مصيدة ياك؟ قال لا الصراحة كنت بغيتك تاخديه باش نلقى ليا شي حجة نتلاقاك بيها. قلت لي بصح تا دابا مريضنا ما عنده باس اراه لهنا، ولكن ما تعاودش تقول ليا شفارة. قال ودر بها ليا بنكرة فاعلة تاركة ياك. قلت ليه لا غنقول لك غير شكون انت. وهو يقول صافي شوفي نجيك من الاخر، انتي واحد الشفارة منك ما كاينينش جوج، شفرتي ليا قلبي زيادة على التليفون. قلت ليه شحال من مرة خاصني نقول لك راه ما سرقتكش راه تبادلنا؟ قال حتى في القلوبة. وهو يقول امتى نجي نخطبك من داركم؟ راه الوالدة عجبتيها في الاخر. وانا نقول ليه بصح حتى انا دخلت ليا لخاطري
بالنهار قالت لي الو، قال وانا دخلتي لي لقلبي. نهار دخلت لي اول شوكه في ايدي، قلت ليه بصح شوف غنتفاهمو من دابا، معد هاز زيادة على جوج من الحاجة، جيب لي جوج من الجالاكسي. وهو يقول جوج علاش؟ قلت واحد ليا وواحد لميمتي، راه جبها الجالاكسي ديالك الاول. اجي بعدا شكون هاديك ماريا وصوفيا؟ قال زعما ما قريتيش الميساجات؟ وانا نقول ليه اه تفكرت، وحده بنت خالتك وحده بنت عمك، نهار نتزوجو نلقاك كتهضر مع شي وحده والله تنقجك. وهو يقول وانا نلقاك كتجبدي حسينه على فمك نهرسو ليك. قلت ليه صافي اتفقنا. قال لي اجي بعدا شنو سميتك؟ قلت ليه شفيفيره. سميتي سناء، ومن هواياتي اكل الهنديه واللعب في التليفون ديال السريضه. اجي شحال غتعطيني في الصداق؟ قال ايوا هانتي بديتي كتخسري في الهضره. ودازت الايام وجا خطبني، امو ظريفه بحال ميمتي اللي ولاو كيف التويميات. نهار جاو يخطبو جابوا ميكا ديال الهنديه عامره بلاصه الورد، كيفهمني ولد الهم. ودازت 3 شهور على الخطوبه، ودرنا العرس انا والسريضه اللي اتفقنا كل نهار حد نتبادلو التليفونات باش يبقى حاضن. وزدت عرفتو وعرفت شحال كيبغيني، وزدت بغيتو اكثر، ولينا بحال فيديو كليب ديال عمر دياب، غير حنا ماشي 5 دقائق، حنا العمر كله ان شاء الله.